أنا كنت بسأل على الدكتورة ملك. معلش أنا آسفة، ممنوع التدخين جوه المركز. أنا هستناك بره يا كريم. أوكي. ما شفتها في حتة قبل كده. هو حضرتك بقى متابع حالة محسن من فترة؟ ثلاث سنين. محسن من الحالات اللي بناقشها في رسالة الدكتوراه بتاعتي. وهو حالة مهمة للدرجة دي؟ محسن حالة نادرة جدا، ممكن يتحط في شريحة ما تزيدش عن 4% من كل اللي عندهم توحد، عشان قدراته عالية قوي مش هتلاقيها عند أي حد. ولما هو قدراته عالية قوي كده، إيه اللي معاده هنا؟ عشان لو طلع بره ممكن يأذي نفسه بسهولة. إحنا هنا بنهيئه عشان يعرف يتواصل مع المجتمع. بنعلمه المهارات الحياتية، إزاي ياكل، إزاي يشرب، إزاي يخش في حد بيساعده في المذاكرة؟ ساعات أنا. أصله دلوقتي داخل على 30 ولسه متخرجش من الجامعة. تفتكري في أمل إنه ينجح؟ طبعًا في أمل. طب اشمعنى بيسقط في السلوكية؟ ليه مش في المواد التانية؟ عشان المواد التانية بتعتمد على الحفظ أو الأرقام، إنما السلوكية محتاجة تتفهم. آه، على كده استحالة إنه ينجح فيها. أنا ما قلتش استحالة. طب ممكن أشوفه؟ مصلح ديني فارسي عاش بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد. أهورا مازدا، أهريمان، هرموز، زرادشت. محسن، في حد جاي يزورك. زرادشت، طبعاً زرادشت. زرادشت؟ لا، هو الجواب صح. تعرف مين ده يا محسن؟ سؤال التاسع. كريم جاي مخصوص عشان يشوفك، مش عايز تقوم تتمشى معاه شوية؟ ماتش الأهلي والإسماعيلي الساعة 3. الساعة كام دلوقتي؟ 3:05. محسن، محسن، أنا جيت علشان أطمن عليك وأقولك الباقي في حياتك. محسن، أنت عارف أنا مين ولا لأ؟ كريم عبد رب البهنساوي، 14 مايو 1969، 17 شارع جمال الدين أبو المحاسن الطلمبات، سابقا جاردن سيتي. محسن، مش عايز نقعد نتكلم مع بعض شوية؟ محسن مش عايز نقعد نتكلم مع بعض شوية. إن شاء الله يا كريم، أنا واقفة بره بقالي ساعة. تعالى يا روي سلم على محسن. محسن مش عايز سلم على روي. طيب يا محسن، أنا هسيبك دلوقتي وهبقى أعدي عليك مرة تانية، هسيبك تتفرج على الماتش وتنبسط كده. سلام.